إن شاء الله احنا النهارده هناخد ايه المحاضره الثامنه في الكورس بتاعنا اللي هو الداينامكس اوف بارتكل، وهنبدا في التوبيك بتاع الورك اند انرجي. كنا احنا اخدنا ان الكاينتكس اوف بارتكل ليها ثلاث طرق اقدر ادرسها بيها. كانت الطريقه الاولانيه اللي هي الفورس اكسلريشن ميثود، لما قلنا ان السيجما فورس equal mass في acceleration. واتفقنا ان الطريقة ديت بتستخدم لما يكون ال acceleration given او required، وعلى حسب نوع ال acceleration سواء كان constant او variable ببدأ استخدم ال kinematical equations. وفي الطريقة ديت برضو كنت بسلكت suitable coordinates سواء كانت ال coordinates ديت cartesian او normal and tangent او radial and transverse. النهاردة ان شاء الله احنا متقابلين عشان نشرح أو نوضح الأبروش الثاني لدراسة الـ Applied Forces، وهو الـ Work and Energy. وتعالوا نبدأ الـ Work and Energy من قانون Sigma Force equal Mass في Acceleration، بأننا هنحط الـ Acceleration ديت Vector الـ Acceleration هنحطه V dV by dr، حيث الـ dr ديت هي المسافة اللي أنا همشيها من مكان لمكان. لو جينا شلنا الاكسلريشن في قانون السيجما فورس وعوضنا عنها، فهيبقى السيجما فورس ايكوال ماس مضروبه في في دي في باي دي ار. لو جينا عملنا سيبريشن للفاريبلز هيبقى السيجما اف دي ار بيساوي الام في دي في. من اللحظه ديت ممكن اعمل انتجريشن. الليفت سايد من الانتجريشن دوت بيدينا الورك of force، ال work of A of force، واللي على الناحية الشمال هيدينا ل change في ال kinetic energy، ل change في ال kinetic energy. ال rule اللي أنا وصلت له ده اسمه ال principle of work and energy. يعني ال rule ده ملخصه كده بيقول إن مجموع الورك اللي هتبذله الفورسز على بارتكل هتتسبب في إنها تعمل تشينج في الكاينتيك انرجي بتاعة البارتكل دوت، سواء الكاينتيك انرجي ديت تزيد أو إيه أو تقل. والرول دوت ليه صلاحيات استخدام، يعني أنا هيظهر لي سؤال هنا لما تجيلي مسائل فيها applied forces given أو required، إيه اللي هيخليني أشتغل work and energy؟ امتى هشتغل المسألة work and energy؟ قال لي في شوية علامات كده. أول حاجة هو ال existence of spring. لما بيكون في المسألة فيها spring، السبرينج ده من ال forces ال variable اللي التعامل عليها من خلال force acceleration method بيبقى صعب شوية. فلما بيكون في spring دماغي على طول بتروح ايه؟ لاستخدام طريقة الـ Work and Energy. تاني حاجة، لما الاقي المسألة بتاعتي عبارة عن Position 1 at Velocity V1 وبعد كده قام مديني Position 2 at Velocity V2 وما بين الـ Two Positions في Distance، ما بين الـ Two Positions في ايه؟ في Distance. يعني لما بيتكون المشهد دوت قدامي في مسألة على طول بفكر في الـ Work and Energy. طب امتى ما فكرش في الـ Work and Energy؟ امتى هتبقى الـ Work and Energy ديت بالنسبة لي ما تنفعش لحل الـ Problem ديت؟ قال لي لما يكون الـ Required Normal Forces زي الـ Normal Reaction كده. لو Required Normal Forces الـ Work and Energy مش هتعرف تحسبه. هنعرف ده كمان شوية ليه. الـ Time، طريقة الـ Work and Energy ما فيهاش Time خالص. فلو لقيت المسألة فيها given time أو required time هبعد عن ال work and energy. تالت حاجة، لو عندي tension in cord of fixed length، يعني لو عندي حبل اللانس بتاعه ثابت وهو جه في المسألة قال لي هات لي التنشن في الحبل دوت، برضو مش هقدر اشتغل ايه؟ مش هقدر اشتغل work energy. يبقى ال work and energy ما يقدرش يحسب التلات حاجات دول. طيب
لو احنا قررنا نستخدم الورك اند انرجي في حل المسائل، ايه المعلومات اللي انا محتاج اعرفها؟ اول حاجه محتاج تعرف الكاينيتك انرجي. الكاينيتك انرجي هندي له رمز تي كابيتال، والتي كابيتال هتساوي هاف ام في سكوارد. الام هي فاليو الماس، الام ديت هي ايه؟ فاليو الماس، والفي قال لي دي الفلاستي بتاعتك. طبعا اليونت بتاعه الكاينيتك انرجي هي الجول. ايه تاني حاجه محتاج اعرفها؟ قال لي محتاج تعرف الورك اوف فورس. لو انت عندك فورس عايزين نحسب الورك بتاعها، نحسبه ازاي؟ قال لي والله ان ده الطريق بتاعي، انا اتحركت من نقطه رقم واحد لنقطه رقم اتنين، فاتحركت مسافه ايه؟ دي ار. حركت مسافه دي ار. لو انا بشتغل 2 دايمنشن هتبقى الدي ار ديت ايه؟ عباره عن دي اكس ودي واي. الرول العام بتاع الورك بتاع فورس هو الانتجريشن بتاع الفورس ديت دوت الدي ار. فطبعا لو انا كنت 2 دايمنشن، 2 دايمنشنز، هيبقى الورك بتاع الفورس عبارة عن اف اكس دي اكس كانتجريشن بلس اف واي دي واي كايه؟ كانتجريشن. ومع ذكر القانون الاخير دوت الا اننا هنشتغل ابسط من كده كمان. انا عايز منك تحسب الورك لثلاث حالات من الفورسز، ثلاث حالات من الفورسز. الحالة الاولانية، الحالة الأولانية هي الورك اوف ويت. الورك اوف ويت معروف ان الويت لو انا 2 دايمنشن بيبقى دايما عكس الواي او ام جي اهو، او ده اكس وده واي، فالويت كفيكتور هيبقى عبارة عن ماينس ام جي جي. يعني معنى كده ان الويت ده الاف اكس بتاعته بزيرو، لكن الاف واي بكام؟ بماينس ام جي. فلما اجي سبستيتيوت في الرول هيبقى الورك بتاع الويت هو ايه بقى؟ ماينس ام جي في انتجريشن الدي واي من واي واحد اللي هو ارتفاع نقطه واحد لواي اتنين اللي هو ارتفاع نقطه اتنين، يعني هيبقى عباره عن ماينس ام جي دلتا واي. وهنا بقى تحسب الدلتا واي اللي هي فرق الارتفاع اللي طلعه او نزله وتشوف هو بلس ولا ماينس وتحطه في الرول. دي طريقه. الطريقه الثانيه ان احنا نقول ان الورك بتاع الويت هو بلس اور ماينس ام جي مودلس الدلتا واي. يبقى انا كده خليت الدلتا واي دايما ايه؟ خليت دايما الدلتا واي بالبوزيتيف. طب البلس والماينس بقى ده احدده انا ازاي؟ قال لي انت بتاخد البلاس فاليو لو كان البادي في حاله داون وورد مع الجرافيتي، وبتاخد الماينس لو كان الويت ده ايه؟ عكس الجرافيتي. انا بفتكرها ازاي؟ ان وانا طالع السلم بعمل مجهود، بنهج ان انا طالع السلم، فبالتالي الوزن ضدي فاخد الماينس، لكن وانا نازل الوزن بيساعدني على النزول فيبقى اخد الاشاره الايه؟ اخد الاشاره البلس. يبقى ده قانون ورك الويت اللي انا محتاجه، وده كده قانون الكاينيتك انرجي برضو اللي انا ايه محتاجه. تاني حاجه، تاني حاجه هو السبرينج، الورك اوف سبرينج. السبرينج بتاعي اهو بطول ال نود. طول ال نود يعني السبرينج ما كانش بيبذل اي فورس. رسمت خط بالاخضر اهو. السبرينج ده احتمالاته ايه؟ ان هو يبقى اطول شويه فيطول مسافه اس او اكس، ويقصر ايه؟ مسافه اس او اكس. يبقى اما يبقى اقصر يا اما يبقى اطول. الفورس بتاعت السبرينج هي ماينس كي في اس، ماينس كي في اس. هنطلع بالصفحه كده شويه اهو، ماينس كي في اس. يبقى انا هقول له ان الورك بتاع الاف سبرينج
هو ماينس كي في اس دي اس، وهعمل برضو ايه انتجريشن من اس 1 لاس 2. من هنا هيطلع الورك بتاع الاف سبرينج هو ماينس هاف كي في اس فاينل سكوير ماينس اس انيشال سكوير. بس انا مش عايز الاشاره الماينس دي، هنخليها بلس. فلو خليناها بلس هنعكس 1 ماينس 2، يبقى كده هتبقى ايه؟ هتبقى انيشال ماينس فاينل. يبقى انا كتبت نفس الرول بس شلت الاشاره الماينس بان عكست الايه؟ الطرح بتاعي. يبقى ده الرول الثاني بتاع السبرينج. الرول الثالث، لو كان عندي كونستانت فورس، الورك اوف كونستانت فورس بي، تعالوا كده نقول ان انا عندي طريق وكان في عندي فورس، والفورس دي بتميل بانجل ايه؟ ثيتا. في الحاله ديت بنقول ان الورك بتاع الفورس بي ديت هي بلس اور ماينس بي تي، مضروبه في ايه بقى؟ مضروبه في المسافه اللي هو اتحركها. يبقى ده كده اخر قانون عندنا، حيث البي تي ديت هي ايه؟ هي التانجنشال كومبوننت اوف ايه؟ اوف بي، والاس هي الديستانس ايه؟ ترافلد او الديستانس موفد. والبلس والماينس لو كانت البي تي دي مع الموشن يبقى بلس، لو كانت عكس الموشن تبقى ماينس. القانون الاخير ده ليه سبيشال كيسز. القانون الاخير ده ليه سبيشال كيس. ايه هي؟ تعالوا كده نمسح الخط دوت. سبيشال كيس قال لي في حالة النورمال فورس بيبقى الورك ايكوال زيرو. ليه؟ لان ما بيبقاش في بي تانجنت، بتبقى الفورس بربنديكولار بس. تاني كيس هو الورك بتاع الفريكشن، فريكشن دايما عكس الموشن، فيبقى ماينس اف في ايه؟ اف في اس او اف في دي. تعالوا نسمي ديت دي عشان ما نتلخبطش مع الاس بتاعت السبرينج. ايه دي؟ مسافه ايه؟ مسافه دي اهو. حيث الفريكشن هنا هو ميو كي في ان، مش ميو اس بقى، لان ده بادي في حاله ايه؟ في حاله موشن. يبقى الصفحه ديت ضمت الرولز اللي انا محتاجها منك عشان نحل بطريقه الورك اند انرجي. لو كان ويت يبقى ده الرول رقم واحد، لو كان سبرينج يبقى الرول رقم اتنين، ولو كان كونستانت فورس يبقى الرول رقم تلاته. تعالوا ناخد مساله نتعلم فيها ازاي نستخدم الرولز ديت، نستخدم فيها الرولز ديت ازاي. في الاكزامبل دوت اللي هو 14.1 بيقول لي 10 كيلو جرام بلوك شون، عنده بلوك اهو الماس بتاعته 10 كيلو جرام، ريست اون ذا سموث انكلاين، في سطح كده انكلايند بانجل 30، ادي ال 30 اهي حاططها على الرسمه، والبلوك محطوط عليه. If the spring is originally stretched 0.5، كلمة originally ديت معناها initial position، يعني هو بيقول في البداية. خلي بالك السبرينج ده كان ماله؟ كان مشدود نص متر. Determine، عايز يعرف ال total work done by all the forces خلال مسافة 2 متر. خلي بالك ان في فورس كمان applied 400 نيوتن. يبقى الريكوارد بتاعه بيقول لي ايه؟ هات لنا determine the total work. تعالوا كده نحط بروسيدور لحساب التوتال ورك، يعني خطوات كده لما نلاقي في مساله هو عايز التوتال ورك ايه؟ نطبق الستيبس دي. اول حاجه في خطواتنا المعتاده ترانسليت ذا بروبلم، ترجم المساله. عشان اترجم المساله محتاج اشوف فين البادي، في سيرفس ولا مفيش، في سبرينج ولا لا، والسبرينج ده
ادور على الكي بتاعته بكام، ال نود بكام، او الاس 1 او الاس 2، اي حاجه من الحاجات دي. بعد كده ببدا اشوف ايه هو الريكوير، طبعا هيكون التوتال ورك دون. بعد كده برسم التو بوزيشنز والفري بادي دايجرام ان بتوين. اخر خطوه فاين ذا ورك اوف اتش فورس اللي انا كاتبه ده بقى. تعال نحل المساله هنا من خلال الخطوات اللي انا كتبتها. انت قلت لي اول حاجه ترجم المساله، البادي اللي عندي هنا هو البلوك، الماس بتاعته بتساوي 10 كيلو جرام، السيرفيس اللي في المساله سموز. يعني ايه سموز؟ يعني مفيش فريكشن، نو فريكشن. طيب ايه كمان؟ قال السبرينج الكي مدهاني على رسمة المسألة ب 30 نيوتن لكل متر، ما ادانيش ال نوم، بس قال لي ان هو استريتشد اوريجينالي 0.5 متر. هنعرف معناها ايه بعد شوية. انت قلت لي بعد كده ارسم التو بوزيشنز بتوع البادي وما بينهم الفري بادي دايجرام. تعالوا نرسم اللاين اوف موشن ونحط عليه التو بوزيشن. اهو ده الطريق اللي البارتكل ماشي عليه. كان فين؟ والله اهو كان هنا مثلا نقطة واحد، وهنا نقطة اتنين، يبقى كده دول التو بوزيشن. وارسم ما بينهم الفري بادي دايجرام. ادي الصندوق بتاعنا، الفورس اللي بتأثر عليه هي الويت اللي هو 10 جي، بعد كده النورمال رياكشن، ارسمه نورمال على اللاين اوف موشن، بعد كده الفورس اللي هي ال 400 نيوتن، بعد كده الفورس بتاعت مين؟ الفورس بتاعت السبرينج اف سبرينج. يبقى انا كده رسمت الفري بادي دايجرام. الخطوه اللي بعد كده بيقول لي بقى ايه؟ احسب الورك بتاعت كل فورس. تعالوا كده نمسكها واحده واحده. اول حاجه الورك بتاع الان، الورك بتاع الان ده بزيرو. ليه بزيرو؟ لانها نورمال فورس، نورمال فورس. طيب عندك مين تاني؟ قال لي عندي الويت، الورك بتاع الويت. ورك الويت هو بلس اور ماينس ام في جي في دلتا واي. اختيارك للاشاره، تسال نفسك هو البادي ده طالع ولا نازل؟ لانه لو طالع يبقى عكس الجرافيتي اخد اشاره ماينس، لو نازل يبقى مع الجرافيتي اخد اشاره بلس. والله انا لو بصيت للرسمه من واحد لاتنين ده طالع يبقى ماينس عكس الجرافيتي، اهو يبقى ماينس. الماس بكام؟ ب 10. الجي ب 9.81. طب والدلتا واي؟ قال الدلتا واي دي لازم لها مثلث رايت انجل، دلتا واي لازم لها مثلث رايت انجل. تعالوا كده نشوف المثلث ده فين. هو طلع من نقطة واحد لنقطة اتنين مسافة كام؟ مسافة 2 متر. قام جاي مكون مثلث رايت انجل بالمنظر ده، مثلث ده اهو. احنا عايزين ايه؟ قال احنا عايزين الدلتا واي، عايزين الارتفاع ده. طب ما هو مدينا الانجل بتاعت اللاين دوت ب 30 ديجري، خلاص يبقى من المثلث دوت اقدر اقول ان الدلتا واي بكام؟ ب 2 ساين 30. طبعا الساين 30 بهاف، فيبقى كله على بعضه كده ادانا نيجاتيف 98.1 جول. يبقى الويت بيعمل ورك بالنيجاتيف قيمته كام؟
98.1. تالت حاجة، تالت حاجة هو الفورس بتاع مين؟ الاف سبرينج. قانون ورك السبرينج هو هاف كي في اس انيشال سكوارد ماينس اس فاينال سكوارد. طب عايزين نحسبه، عشان نحسبه تعالوا نرسم رسمه سوا عشان نوضح فيها بالتفصيل الحسبه بتاعتنا اهو. يلا نرسم ايه؟ نرسم لاين، نرسم اللاين تاني اهو، وارسم على اللاين دوت الفيكسد بوينت بتاعت السبرينج. الفيكسد بوينت بتاعت السبرينج كانت هنا اهي. وارسم ال L نود بتاع السبرينج اهو، ادي مين؟ ال L نود. ومن اخر ال L نود هرسم الخط الاخضر بتاعي اهو. هو بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي في البداية كان السبرينج ده مشدود نص. يعني ايه مشدود؟ يعني اطول من ال L نود بنص. ادي المكان رقم واحد، بيقول لي المسافة دي بكام؟ ب 0.5 متر، ده اللي قاله. وكمان قال لي ان المكان رقم واحد للمكان رقم اتنين مشي مسافة 2 متر. فين بقى الـ S1 والـ S2؟ قال لي الـ S1، ركزوا معايا في اللقطة دي، الـ S1 هي بعد النقطة واحد عن الخط الأخضر ده، عن الـ L نود يعني. يبقى المسافة دي هي مين؟ هي الـ S1. مش هنرسمها تاني أهي. المسافة ديت هي S1، يبقى الـ S1 هي بعد نقطة 1 عن مين؟ عن موضع الـ L نود. والـ S2 هي بعد نقطة 2 عن الـ L نود برضو، يبقى دي كده هي S2. يبقى الـ S2 هي بعد 2 عن الـ L نود، والـ S1 هي بعد نقطة 1 عن مين؟ عن الـ L نود برضو. طبعا كده واضح من الجيومتري ان الـ S1 والـ S2 بقت معروفة. يعني هقول له هنا هاف الـ K كانت ب 30، الـ S1 كانت ب 0.5 سكوارد، والـ S2 كانت ب 2.5 سكوارد، لأن طبعا الـ 2 بلس الـ 0.5 تدينا 2.5 للـ S2. ده كده الورك بتاع السبرينج. رابع حاجة الورك بتاع ال 400 كان ايه القانون؟ هو بلس اور ماينس بي تي في دي. البي تي دي نجيبها ازاي؟ قال لي هتعمل ريزوليوشن، تعالوا نعمل ريزوليوشن. ادي اللاين اوف موشن وادي ال 400. لو جيت عملت ريزوليوشن، الراجل مدينا الانجل اللي تحت ديت ب 30 ديجري، يبقى انا لو جيت عملت ريزوليوشن هتدينا كومبوننت مع اللاين وكومبوننت بيربنديكولار عليه. اللي على اللاين هيبقى كام؟ دي كده 30، تبقى هنا 400 كوساين 30، دي كده البي تانجنت. طب البي تانجنت اللي انت عملت لها ريزوليوشن دي جت مع الموشن ولا عكسها؟ جت مع الموشن، البادي طالع لفوق والبي تي لفوق، يبقى بلس، يبقى بلس 400 كوساين 30 مضروبه في ايه؟ في المسافه اللي البارتكل اتحركها اللي هي كانت ب 2 متر. دي هتدينا كام؟ هتدينا 400 روت 3، واليونت برضو بتاعتي ايه؟ واليونت بتاعتي جول. يبقى انا كده حسبت الورك بتاعت كل الفورسز اللي موجوده في الفري بادي دايجرام. اجي بقى في الاخر اقول له ان التوتال ورك هو مجموع الناس دي كلها، ورك الان زائد ورك الويت زائد ورك السبرينج زائد الورك بتاع مين؟ بتاع ال 400، واللي هيطلع طبعا برضو هتبقى اليونت بتاعته بالايه؟ اليونت بتاعته بالجو.
يبقى المساله ديت ما فيهاش فكره، ده كل اللي في المساله ان انا بعلمك ازاي تابلاي الرولز اللي اخذناها في السلايد اللي قبلها. هل لحد اللحظه ديت في سؤال؟ اه دكتور اتفضل. معلش، هو ليه الورك على الان بزيرو والورك على البي نورمال؟ عشان الورك بتاع الفورس هو نصيب الفورس من حركه البادي. الورك بتاع اي فورس هو دور الفورس في حركه البادي. فالان دي حركه البادي لفوق ولا لتحت؟ حركتوه. اه بالظبط بالظبط، فمالهاش ايه؟ مالهاش ورك. ده الفيزيكال مينينج. نيجي بقى للماثيماتيكال مينينج. المفروض ان انا بجيب التانجنت كومبوننت للفورس. فلو كانت الفورس بيربنديكولار يبقى التانجنت بتاعها بكام؟ يعني لما اجي اقول لك كده في فورس 100 نيوتن مثلا ودي انجل 90، عايزك تجيب لي الكومبوننت بتاعها على اللاين ده، هيبقى بكام؟ بزيرو، ملهاش تانجنت كومبوننت، فيبقى ملهاش ايه؟ ملهاش ورك برضه. زائد حاجه ثانيه، انا بقول ان الورك هو الفورس دوت الدي ار، فالدي ار كده والفورس ايه؟ بيربنديكولار. يبقى الدوت ايه عباره عن ايه بقى؟ اف في الدي ار في كوزاين 90، وكوزاين 90 بكام؟ بزيرو. فيبقى كده الورك بتاع اي نورمال فورس دايما هيبقى بزيرو. هي بيبقى بس وظيفتها انها تحافظ على الليفل بتاع البارتكل، لكن لا بتطلعه ولا بتنزل، لا بتحركه يمين ولا بتحركه شمال. بدليل ان انا لو حطيت صندوق على الارض، النورمال رياكشن بتاع الارض مش هيحرك الصندوق. تمام؟ ها في سؤال تاني؟ ايوه، يعني حسبنا الام جي عشان عامله انجل. الام جي عشان عامله انجل؟ ايه الام جي عشان عامله انجل؟ انا مالي بالام جي دلوقتي؟ انا بتكلم على النورمال فورس. هو الويت ده نورمال فورس؟ انا خلاص الويت خلاص، قصدي النورمال فورس. حلو. انا لما بحسب الورك على الويت عشان عامل انجل، عشان كده بحسبه؟ لا، عشان عمل دلتا واي، عشان حصل تشينج في البوتنشال انرجي. مش هو كان عند 1 وطلع ل 2؟ بص، تمام. انتوا في بعضكم في الثانويه العامه بيعمل ريزوليوشن للويت، انا عارف الكلام ده، ماليش دعوه بيه. ماشي، بيعمل ريزوليوشن للويت، بيعتبره كونستنت فورس عاديه ويعمل ريزوليوشن. الكلام ده صح، بس معلش الفيزيكال مينينج بتاعه يعني ضايع ومتبهدل ومرمي في الشارع. لكن هو الورك بتاع الويت، الويت ده اسمه نون كونزرتيف فورس، بس مفيش وقت اشرح الكلام ده. نون كونزرتيف فورس يعني معنى كده ان الورك بتاع الفورس ديت بيساوي ماينس للتشينج في البوتنشال انرجي. فاصل قانون الويت هو ام جي اتش فاينل ماينس ام جي اتش انيشال. طبعا الام جي اتش اللي هي مين؟ اللي هي البوتنشال انرجي في انيشال وبوتنشال انرجي في الفاينل. لكن اللي انت بتقوله برضو صح، بس صح كرياضه مش صح كفيزيكال مينج. ماشي؟ شكرا. العفو العفو. تعال نشوف المساله ديت. Example 14.2، مدينا هنا 1500 كيلوغرام اوتوموبيل ترافلز داون ذا 10 ديجري انكلايند روت. طبعا 10 ديجري انكلايند يقصد انجل الانكلايند مع الهوريزونتال لاين ات سبيد اوف 6 متر بير سكند. يبقى العربيه دي كانت ماشيه بسرعه كام؟ 6 متر بير سكند على سطح مايل بانجل 10. بيقول لي اف ذا درايفر جامز اون ذا بريكس، راجل داس على البريكس كوزنج هيز ويلز تو لوك. راجل لما بيدوس فرامل مش بيفرمل العربية، ده بيفرمل كاوتش العربية. فأصبح الكاوتش ده بقى عامل زي عجل الترابيزة، كأني معايا ترابيزة كده ليها عجل، ليها رجول وبتزحلق على الأرض، ما بقتش تدور زي الأول. Determine how far is the tires skid on the road. عايز يعرف العربية هتتزحلق مسافة قد إيه لحد ما تقف. بيقول لي خلي بالك الـ coefficient of kinetic friction between the wheels and the road is ميو كي بتساوي 0.5. المساله دي من المسائل اللي ممكن تتحل بفورس اكسلريشن او ورك اند انرجي، مفيش فرق. يعني انا لو جيت احب احل المساله دي بفورس اكسلريشن ميثود هعمل ايه؟ هرسم فري بادي دايجرام، وبعد كده هابلاي الرولز بتاعت الفورس اكسلريشن، بعد كده هجيب اكسلريشن هتطلع كونستانت لان كل الفورس كونستانت، بعد كده اقول له v squared equal v node square plus 2 a في s، واقدر اجيب الاس لان الفي نود بستة والفي فاينل بكام؟ بزيرو، جبت الاس. تعال نشوف لو انا حبيت احل نفس المسألة بس work and energy هحلها ازاي.
طب يا دكتور انت كده دخلتني في حيرة، يعني المسألة دي ينفع تتحل بالطريقتين؟ اه. طب اختار انهي فيهم؟ اختار اللي تعجبك. ما هو في مسائل ما ينفعش تتحل غير فورس اكسلريشن، وفي مسائل ما ينفعش تتحل غير ورك اند انرجي، وفي مسائل ينفع تتحل بالطريقتين. فمش هيبقى في افضليه لطريقه عن طريقه غير انك متقن الطريقه دي عن الطريقه دي. فلو انا حبيت احل نفس المساله ديت ورك اند انرجي، هيبقى عندي كده بروسيد ولا اتبعه. اول ستيب هي ترانزليت ذا بروبلم. تعالوا نترجم المساله. ترجمها ازاي؟ قال لي البادي تشوف لي الماس بتاعته بكام، بعد كده السيرفيس تشوف لي هو سموز ولا رف، بعد كده تروح تدور لي على السبرينج تشوف لي الكيب كام، شوف لي ال نود او الاس 1 او الاس 2، بعد كده تدور على الموشن هي الفي 1 كانت بكام، طب الفي 2 كانت بكام، طب المسافه ما بينهم كانت بكام. طب ما تيجي يلا نترجم الكلام ده في مسالتنا اهو، هنحل المساله هنا. الحل اول حاجه البادي عندنا هنا هو مين؟ هو الكار الاوتوموبيل. الماس بتاعته 1500 كيلو جرام. تاني حاجة السيرفز عندك هنا رف ولا سموز؟ السيرفز رف. امال هو هيفرمل ازاي؟ مديني الميو كي بتساوي 5/10. طيب في سبرينج في المسألة ديت؟ لا مفيش سبرينج. طب الموشن هنا الفي 1 بكام؟ قال الفي 1 ب 6 متر بير سكند. طب والفي 2 بكام؟ بزيرو. طب المسافه ما بين 1 و2 بكام؟ ده انا اصلا عايزها. يبقى دايما بيبقى في حاجه كده ايه النون وهي اللي بيطلب. اديني ترجمت. ايه الخطوه اللي بعد كده؟ قال لي الخطوه اللي بعد كده ارسم التو بوزيشنز. دكتور انا اسف على المقاطعه بس عندي سؤال معلش. لا لا مش دلوقتي، في الاخر. ماشي تمام شكرا. درو تو بوزيشنز اند درو الفري بادي دايجرام ان بتوين. ترسم التو بوزيشنز، بعد كده ترسم الفري بادي دايجرام ان بتوين. لما تعالوا نطبق الستيب ديت، هرسم كده اللاين بتاعي اهو. فين يا سيدي بوزيشن 1؟ ادي بوزيشن 1 اهو، ادي 1. فين 2؟ ادي 2. ارسم بقى الفري بادي دايجرام للكار ان بتوين اهو، ادي الكار بتاعتنا. ايه الفورس اللي بتاثر عليها؟ الوزن، الويت اهو 1500 جي. وفي ايه كمان؟ قال له في نورمال رياكشن على السيرفس، وايه كمان؟ قال لي في فريكشن عكس الموشن. طبعا البادي ده نازل لتحت يبقى الفريكشن لفوق، وهيساوي ايه؟ ميو كي في ان. اديني رسمت الفري بادي دايجرام. قال لي الخطوه اللي بعد كده فور رف سيرفس ابلاي السيجما فورس في اتجاه الواي ايكوال زيرو تو جيت النورمال رياكشن. يبقى انا هطبق السيجما فورس في اتجاه الواي عشان اجيب ايه؟ لان احنا قلنا ان الورك اند انرجي ما بتحسبش نورمال رياكشن. طبعا الواي بيربنديكولار على اللاين اوف موشن، ادي الواي اهو الخط الاخضر ده كده بيمثل الواي اكس. فهقول له سيجما فورس في اتجاه الواي ايكوال زيرو، هطلع منه ايه؟ قيمه الان. لما يكون الانجل ديت بتان يبقى الانجل ديت كمان بتان، فيبقى الان هتساوي 1500 جي كوساين 10. طبعا الفريكشن على طول هيساوي الميو كي في ايه؟ في الان اللي احنا جبناه. خطوه الرابعه قال لي كانسل the forces
do no work. الفورس اللي ما بتعملش work تعمل فيها ايه؟ تشطب عليه. طبعا الان ما بتعملش work، هي موجودة اه لكن ما بتعملش work. خطوة اللي بعد كده قال لي apply the principle of work and energy. دي كده هي البروسيدور اللي بطبقها لما اكون عايز ايه، لما اكون عايز اشتغل بالورك اند انرجي. طب يلا هقول له ايه، هقول له ان الورك دان ايكوال دلتا تي التشنج في الكينيتيك انرجي. مين اللي شغال؟ قال لي مش فاضل غير الويت والفريكشن، فهقول له كده الورك بتاع الويت بلس الورك بتاع الفريكشن ايكوال الكينيتيك انرجي الفاينل ماينس الكينيتيك انرجي الانيشال. الويت الرول بتاعه هو بلس اور ماينس ام جي دلتا واي، الرول بتاع الفريكشن ماينس الاف في الدي، بعد كده ايكوال ايكوال ايه بقى؟ هاف ام V2 squared minus half MV1 squared. كده انا كتبت كل مفردات الايه الرولز اللي عندي. تعالوا نسبستيتيوت. يسأل نفسك هو البارتكل من واحد لاتنين نازل ولا طالع؟ ده نازل يعني مع الجرافيتي، يبقى بلس. الماس 1500، الجي ب 9.81، طب والدلتا واي؟ قال لي بتكون المثلث الرايت انجل بتاعك اهو، ادي نقطه 1 وادي نقطه 2 وادي المسافه اس، ده المثلث الرايت انجل بتاعنا اهو، يبقى دي كده الدلتا واي. هو مدينا الانجل دي ب 10، يبقى واضح ان الدلتا واي هي اس ساين 10. اس في ايه؟ في ساين 10. الفريكشن هو عباره عن ميو كي في ان، يعني 0.5 في الان اللي هي ب 1500 جي كوساين 10. كل ده يتضرب في مين؟ في المسافه دي اللي احنا مسمينها اس، ايكوال هاف الماس ب 1500 في الفي 2 اللي هي ب 0 سكوير، يبقى كل الترم ده طار. بعد كده ماينس هاف في 1500 في الفي 1 اللي هي كانت بكام؟ كانت ب 6 الكل سكوير. واضح ان الانون الوحيد في الرول دوت هو مين؟ هو الاس او المسافة اللي اتزحها العربية لحد ما وقفت، يبقى اقدر اجيب له مين؟ اقدر اجيب له الفاليو بتاعت الاس، هتطلع اليونت بتاعتي هي بالمتر. يبقى انا كبروسيدور حل طبعا ده هيبقى ثابت معايا في كل مسائل الورك اند انرجي. اول حاجة اترجم ادور على ايه؟ على البادي كتلته بكام؟ السيرفس سموث ولا رف، السبرينج الكي والال نود، والموشن ادور على الفي نود الفي 1 والفي 2 والديستانس اللي ما بينهم. بعد كده برسم اللاين تو بوزيشن ما بينهم فري بادي دايجرام. لو المساله ديت فيها فريكشن لازم احسب الان من السيجما فورس ايكوال 0 اتجاه الواي، لان ما فيش موشن على الواي. جبت الان وجبت الفريكشن. بعد كده اخر خطوه هقول له ايه؟ الورك دان ايكوال تشينج في الكينيتيك انرجي، واكتب الرول بتاع كل فورس على حسب نوعها واعمل سبستيتيوشن. لازم في النهايه البرنسبل دوت يبقى هاف اونلي وان انون، ات هاز اونلي وان وان انون، ما اقدرش الاقي اكتر من ايه؟ اكتر من انون واحد، لان لو اكتر من انون واحد الورك انرجي مش هتعرف تحسبه. كان في واحد زميلنا عايز يسأل، اتفضل. لو سمحت يا دكتور، بس يعني سؤالي ان هو ما قاليش يعني بعد المسافه اس هو هيسكن بعديها، يعني ما ذكرش في المساله، فاعرف منين حاجه زي كده. بيقول لك عايزين نعرف هاو فار، هاو فار ديت يعني كانها بيقول لك الماكسيمم اس اللي هيوصل لها كام. يعني انا دلوقتي دي عربيه جيت بقول لك انا فرملتها هيسكد قد ايه؟ يعني انا بقول لك دلوقتي عربيه فرملتها هتتزحلق قد ايه؟ هل انا محتاج اقول لك
ان الفاينل بزيرو؟ لا خلاص تمام. ايوه وضحت. طيب شكرا. في اسئله ثانيه؟ طيب تعالوا نمسك الاكزامبل اللي هو 14.4 نشوف هيقدم لنا جديد ايه من الشرح. طبعا احنا مش بنحل مسائل قد ما بنحل افكار، يعني انت لما بتيجي تتحرك بتحرك في الافكار بتاعه الليكتشر، يعني يجي كذا او كذا او كذا او كذا، بتديك خبره في تداول الماسود اللي احنا بنشرحه. بيقول لي بلاتفورم بي، في بلاتفورم حته خشبه كده الماس بتاعتها مهمله نيجليجبل ايه ماس، معلش الاس منسيه ايه ماس دبل اس، اند اتس تايد داون مربوطه لتحت كده سو ذات، بصوا بقى اللقطه دي 0.4 متر لونج كورد، يبقى الحبل اللي انا رابط بيه طوله كام؟ 0.4. كيب 1 متر لونج سبرينج كومبريسد 0.6 متر وين ناثينج از اون ذا بلاتفورم. السبرينج ده لما الراجل اشتراه كان طوله متر، قمت انا ربطه بحبل، الحبل ده كان طوله كام؟ 4 متر 4 من 10، فيقوم ضاغط السبرينج كام؟ 6 من 10. لسه ما فيش اي حاجه محطوطه على البلاتفورم. بيقول بقى ان هو حط 2 كيلوغرام بلوك على البلاتفورم وقام ضاغط مسافه لتحت كمان 1 من 10، هو كان مضغوط كام؟ 6 من 10، وانا لما حطيت البلوك ضغطت بايدي مسافه 1 من 10 شلت ايدي، فطبعا السبرينج هيقوم مفرود يقوم عامل ايه؟ ناطر البلوك ده لفوق. هو بقى بيقول لي بالشغل اللي انا عملته ده دلوقتي هات لي الماكسيمم هايت، الماكسيمم هايت ذا بلوك رايزز ان ذا اير ميجرد فروم ذا جراوند، هات لي اقصى ارتفاع هيوصل له الحجر دوت متقاس من الارض. دي مساله ورك اند انرجي. لو انت حليتها فورس اكسلريشن هتحلها على مرحلتين. المرحلة الأولانية في الجزء اللي فيه ويت وسبرينج، لأن طبعا لما هسيب الحجر البلوك ده هيبقى الفورس اللي بتأثر عليه ايه؟ الويت والسبرينج. بس السبرينج معايا طول الوقت؟ لا، ده بعد شوية الحجر ده يبقى في الهواء لوحده، فلازم أدرس المسألة مرحلة تانية. زائد إن وجود السبرينج هيخلي المسألة فيها variable acceleration لأنها تبقى function في الاس، وتقعد بقى تعمل انتجريشن ودريفت وعك كده طويل عريض. اتفقنا لما يكون المساله فيها سبرينج دماغي تروح لمين؟ للورك اند انرجي. طب تعالوا نترجم المساله ديت بلغه الورك اند انرجي. اول حاجه البادي، ادور على البادي. البادي هنا هو البلوك لان هو اللي اداني الماس بتاعته بكام؟ ب 2 كيلوغرام. هنا مفيش سيرفس، هنا مفيش ايه؟ مفيش سيرفس، البلاتفورم سموز. طب ايه كمان؟ اصلا البلاتفورم ده يعتبر قاعده للسبرينج، مش حاجه، مش سيرفس انا بتحرك عليه يعني ولا حاجه، ده عشان اعرف احط البلوك على السبرينج فعملت له ايه؟ جلسه. ايه كمان؟ قال لي في سبرينج. طب ايه معلوماتك عن السبرينج؟ قال لي معلوماتي ان الكي بتاعته من الرسمة بتساوي 200 نيوتن لكل متر. طب هل مدي لك ال نود؟ قال لي لا. طب مدي لك الاس 1 او الاس 2؟ قال لي اه مديني الاس 1. طب مدي لك الاس 1 بكام؟ هل مدي لك الاس 1 ب 6 من 10 ولا مدي لك الاس 1 ب 7 من 10؟ ها حد يقدر يقول لي؟ في هنا رقمين اتذكروا، في رقم 6 من 10 بيقول لي ان السبرينج ده كومبريسد 6 من 10، بعد كده قال لي ان هو ضغط 1 من 10 كمان يعني بقى 7 من 10. السؤال بقى الاس 1 اخدها ب 6 من 10 ولا 7 من 10 وليه؟ حد يقدر يجاوبني؟ 6 من 10 6 من 10 7 من 10 اخر كلام 7 من 10. طب ليه؟ عشان كده، عشان ده الاسترتشد بعد ما حطيت الجسم.
الاستريتش الكومبريسد قصدي الكومبريسد الكومبريسد برافو عليك. يبقى فعلا انا لما بدرس بدرس من بعد ما الجسم دخل في المساله. الجسم دخل بعد ما ضغطت واحد على الستة، فيبقى كله على بعضه كام؟ ماينس سبعة من عشر. طبعا ماينس عشان هو كومبريسد، صح الكلام. طيب ايه تاني بعد ما جبنا البلوك وجبنا السبرينج؟ قال لي الموشن. البعض ده في البداية كان سرعته بزيرو، جبتها منين انا الكلمة دي؟ لانه قال لي released from rest. released from ايه؟ from rest. طيب حد يقدر يقول لي الفيتو بكم؟ ولا هو ما ادهلناش؟ زيرو برضو. ليه بقى؟ لان الراجل طلب الماكسيمم هايت. اتفقنا كلمة ماكسيمم هايت يعني الفي فاينل بايه؟ بزيرو، صح كلامكم. الريكوارد هو الماكسيمم هايت اللي هو عايزه. طيب الخطوه اللي بعد كده قلنا بنرسم الطريق اللي ماشي عليه البادي. الطريق اللي ماشي عليه البادي كان فيرتيكال ستريت لاين اهو، او تعالوا نرسمه هنا عشان يبقى واضح شوية. او الارض بتاعتي اهي، رسمنا الارض تحت. ركزوا معايا في اللقطة دي. اول حاجة السبرينج بتاعي كان طوله متر. لما اشتريت السبرينج اهو، السبرينج ده كان طوله كام؟ كان طوله متر. يبقى ده كده الخط الاخضر بتاعي اهو. بعد الخط الاخضر ده عن الارض هو ال نود، وال نود دي كانت ب 1 متر. جه هو ركب حبل. ركب ايه؟ حبل. الحبل ده طوله 4 من 10، فقام ضاغط السبرينج، بقت المسافة ديت 4 من 10 متر. بس لما جه حط البلوك ضغط كمان 1 من 10، فالبلوك بقى موجود هنا. ادي المكان رقم واحد. البلوك من المكان رقم واحد، معلش انا كتبتها نطقتها صح وكتبتها غلط، دي 1 من 10 اهي. المكان رقم واحد، من المكان رقم واحد طلع لفوق لحد المكان رقم 2 اللي انا ما اعرفوش. طلع المكان رقم 2 اللي انا ايه؟ ما اعرفوش. تعالوا بقى نرسم الفري بادي دايجرام ان بتوين، ما بين 1 و2 اهو. ادي البادي. ايه الفورس اللي بتاثر عليه؟ قال لي وزنه اللي هو 2 جي، والفورس بتاعت السبرينج. الفورس بتاعت السبرينج، ما فيش فورس تاني. طب اكتب الرول. الرول هيقول لي ايه؟ ان الورك دان بيساوي التشنج في الكاينيتيك انرجي. الورك دان يعني الورك بتاع الويت بلس الورك بتاع السبرينج هيساوي الكاينيتيك انرجي 2 ماينس الكاينيتيك انرجي 1. الويت هو بلس اور ماينس ام جي دلتا واي، والسبرينج هو هاف كي
S initial squared minus S final squared equal T2 minus T1. طبعا ال T2 بزيرو وال T1 برضو بزيرو لان ايه؟ start from rest و come to rest. تعالوا نعوض. بلس ولا ماينس؟ البادي ده طالع عكس الجرافيتي يبقى ماينس. الماس ب 2، الجي ب 9.81، الدلتا واي هو الفرق ما بين 1 و 2، ده كده الدلتا واي ما اعرفش بكام، يبقى حطها دلتا واي زي ما هي. بعد كده بلس هاف، الكي عندي ب 200. طب الاس 1 والاس 2، قال لي الاس 1 هي بعد نقطه 1 عن ال نود، يعني المسافه ديت هي مين؟ هي الاس 1 اللي هي بكام؟ اللي هي ب 7 من 10، يبقى ماينس 0.7 بس اعمل لها سكواد فالماينس هيطير. طب والاس 2 فين؟ قال لي الاس 2 هي ديت، اي بعد 2 عن ال نود. لو بصيتوا للجيومتري اللي انا رسمها هتلاقوا ايه؟ هتلاقوا ان الاس 1 والاس 2 بتساوي الدلتا واي، يعني الدلتا واي اللي مرسومه دي هي مجموع الاس 1 والاس ايه والاس 2. يبقى معنى كده ان الاس 2 بكام؟ بدلتا واي ماينس الاس 1. انا باخد لانس، يعني هشيل الاس 2 واحط مكانها دلتا واي ماينس 0.7، فيبقى هنا ماينس دلتا واي ماينس 0.7 الكل سكوارد. كل الكلام ده ايكوال ايه؟ ايكوال زيرو. طبعا واضح هنا ان الانون هو الدلتا واي، اقدر اجيب له الدلتا واي بكل سهولة. بس السؤال بقى، هل الدلتا واي ديت هي الانسر بتاعت السؤال؟ يعني انا لو جبت الدلتا واي دي مثلا ب4 من 10 او 8 من 10، هل هتبقى كده الدلتا واي؟ يعني انا لو جبت عليها 0.3. الله عليك الله عليك، خلي بالكوا عشان دي من الخدع اللي بتيجي في الامتحانات. يعني انا ممكن اجي، انت قلت كام؟ قلت الدلتا واي اللي هي انا طلعتها ب 0.8، انت حطيت عليها 0.3، انت ادينا كام؟ 1.2. اجي انا بقى في الانسرز اقوم حاطط لك كام؟ 0.8 ماشي، وفي بي حاطط لك 1.2، وفي سي حاطط لك 0.5، ودي حاطط لك 0.4 مثلا. الناس اللي مش منتبهه هياخد الدلتا واي دي يختارها هي على طول، طبعا غلط. ليه؟ لان الراجل لما طلب قال لي هات لي الماكسيمم هايت متقاس من الجراوند، وخلي بالكم ان الجراوند اصلا اهي بتعلى عن نقطه 1 مسافه زي ما زميلنا قال كده 3 من 10، يبقى الماكسيمم هايت هو كل ده اهو. ده كده مين؟ ده كده الماكسيمم هايت هيبقى عبارة عن ايه بقى؟ عبارة عن الدلتا واي، طبعا خايف الاشارة دي تفتكروها بلس اهو، هنا اهي اهي نرسمها تاني اهو، ده كده الماكس ماي. يبقى كده فعلا الانسر بتاعتي مش الدلتا واي، لا نخلي بالنا ان اللقطة ديت الماكسيمم هايت هيبقى الدلتا واي اللي انا حسبتها اهي ماكسيمم هايت، هيبقى الدلتا واي اللي انا حسبتها وازود عليها مين؟ ازود عليها ال 0.3 اللي هي كانت هنا، يبقى جبت الماكسيم هايت متقاس من الجراوند. ها هل في سؤال يا شباب؟ دكتور لو سمحت في حاجه بس قول. مش مستوعبه حضرتك، الورك بنحسبه لما يكون الجسم متاثر عليه بفورس، ماشي، الشغل ده ناتج عن القوه. طب حضرتك بعد ما الجسم يطلع الواحد من عشرة دول السبرينج هتتوقف عن تاثير بالقوه على الجسم، صح؟ بالتالي ازاي بحسب لها شغل؟ ليه فين؟ انا حسبته فين؟ انا ما حسبتش. حضرتك احنا واخدين الدلتا واي
ناسف الاسود. الله عليك الله عليك، صدق ان انت طلعت غلطه جميله في المساله. بص يا جماعه، زميلنا فعلا نبهني الغلطه انا عملتها. ايه الغلطه ديت؟ الغلطه ديت ان انا اعتبرت السبرينج اتاتشد للبلوك، اعتبرت السبرينج اتاتشد للبلوك، لكن الكلام ده غلط. الفكره ان السبرينج مع البلوك لحد الواحد من عشرة بس، لحد الايه؟ الواحد من عشرة بس. يعني معنى كده ان الاس 2 مش اللي مرسومة ديت، اهو اهو نمسح بقى ايه اللي احنا قلناه. الله عليك يا باشمهندس، الاس 2 هي الحتة دي بس، دي كده الاس 2 من الصفحة اهي اهي. الاس 2 هي الحتة دي بس، لان هو مربوط بحبل، ان هو مربوط بايه؟ بحبل. يبقى انا اشيل الاس 2 اللي مكتوبه هنا اللي هي دلتا واي دي، واحطها كام بقى؟ ماينس 0.6، وهنعمل لها سكوير. ليه؟ لان هتبقى الاس 2 لحد مكان السبرينج. ادي الاس 2 اهي، هوضحها لكم تاني عشان ما حدش يتلخبط، وهقول لكم الفرق ما بين الاثنين. تعالوا كده نعمل صفحه واقول لكم الفرق ايه. اهو انسرت بيج، ركزوا معايا في اللقطه دي لانها تركت امتحان فعلا. في سبرينج اتاتشد تو ذا بلوك، وفي سبرينج placed against the block. ايه الفرق ما بين الحالتين؟ لو انا جيت قلت لك ان انا رسمت سبرينج بال نوت بس البلوك كان مربوط بيه attached لي، وكان البلوك ده بيتحرك من المكان رقم واحد للمكان رقم اتنين طالع كده، في الحالة ديت الخط الأخضر بتاعنا هيبقى اهو، وهتبقى الاس 1 هي المسافة ديت، والاس 2 هتبقى هي المسافة دي. ليه؟ لأن دايما السبرينج مربوط بالبلوك، التاتش دي يعني مربوط بالبلوك، شدوا معاه، ضغط ضغطوا معاه، طلع شدوا معاه في الايه؟ في الشد. ده لو كان ايه؟ attached. طب لو كان against، تعالوا نرسمه تاني. ادي ال L نوت، وادي الخط الاخضر بتاعنا. البلوك كان فين؟ البلوك كان هنا في البداية، يبقى دي المكان رقم واحد. في حالة الكمبريشن بيبقى البلوك لامس السبرينج، فبيبقى زيه زي الاتاتشد بالظبط، فبتبقى الاس 1 هي بتاعت البوزيشن 1. طب نيجي بقى لما البلوك يطلع لفوق للمكان رقم 2، هتبقى الاس 2 بكام؟ قل الاس 2 هتبقى بزيرو. ليه؟ لان انت هتكون خلاص سبت البلوك، والبلوك بقى حر. طب يا دكتور معلش، ما انت في المساله ديت ما حطيتش الاس 2 بزيرو، انت حطيتها بستة من عشرة. يعني انت شرحت لي هنا حاجه وجيت هنا عوضت برقم تاني. اقول لك لا استنى، اصل السبرينج دوت لما انا سبته ما اتفردش، ده رجع لايه؟ لضغطته الانيشيال. يبقى الاس 2 بماينس 6 من 10 لوجود مين بقى؟ لوجود الكوردز. الحبال هي اللي خلت السبرينج وهو في حاله مضغوط 6 من 10 بس.
كده التصحيح بتاع المسألة وكده التو كيسز بتوع ايه بتوع السبرينج، سواء انا لامس السبرينج ولا مشدود عليه. يعني بصوا المسألة الاولانية خالص ليه دي، بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان في بلوك rest on the smooth incline if the spring originally. طبعا هو كان لازم المسألة دي كده فيها معلومة ناقصة، كان لازم يقول لي ايه؟ ان البلوك attached to the spring. طبعا دي معلومة مهمة جدا لازم كان هو يكتبها، لان ممكن واحد يحل نفس المسألة ديت ويعتبر ان البلوك كان ساند على السبرينج، كان ساند على ايه؟ على السبرينج. فاول ما يخلص الخمسة من عشرة اللي كان مشدودهم، هو كان مشدود؟ لا خلاص مشدود، يبقى هو ايه؟ اكيد مربوط بيه. لكن لو كان مضغوط في الاول لازم يقول لي اتاتشد. يعني مثلا تعالوا نقول ان انا جبت لكم نفس المسألة ديت وقلت لكم في البداية كان مضغوط نص. طب ما ممكن يا دكتور لما نص يخلص البلوك يسيب السبرينج، اقول لك اه لو كان placed against the spring. لكن لو كان attached to the spring هياخده ويشده معاه، فمن هنا يبقى الاس 2 زي ما احنا ايه حسبناه. يبقى الاس 2 بتعتمد على هو السبرينج مربوط بالبلوك ولا مش مربوط بالبلوك. لو مربوط بالبلوك يبقى البوزيشن 1 و 2 هيخشوا في حسابات الاس، لكن لو كان مش attached بنشوف حالة السبرينج ايه لما البلوك يبقى عند البوزيشن رقم 2. فعلا لما البلوك هنا ساب السبرينج رجع السبرينج مضغوط ايه؟ ماينس 6 من 10. من هنا جبنا الدلتا واي المظبوطة، وبرده الماكسيم هايت ما فيهوش مشكلة، الدلتا واي اللي احنا حسبناها بلس 3 من 10. اتفهمت كده؟ انا عندي بس سؤال يا دكتور. تمام يا دكتور. اسال. هي الدلتا واي دي يعني تبقى بين ايه وايه عشان بس اتلخبط في النقطه دي؟ ما بين 1 و 2. في اي مساله انا ما غلطتش في المساله دي عن اي مساله تانية، ما بين 1 و 2 الهايت ما بين 1 و 2 دلتا واي. هو طبعا لانه كان ماشي فيرتيكالي فالدلتا واي انطبقت على اللاين اوف موشن. طب لو كان انكلايند، لو كان خط مايل، يبقى الدلتا واي دي هايت. يعني بص كده انا مش عارف، انا ممكن تكون انا لقطت حاجه ممكن تكون ملخبطاه. لما يكون انا ماشي على لاين مايل فيبقى الدلتا واي ده هايت اهو، لكن هنا المساله دي كان ماشي على فيرتيكال لاين، يعني هنا في دي وفي دلتا واي. لما يكون انكلاين في دي ودلتا واي، لكن لما يكون على فيرتيكال لاين الدي هي نفسها الدلتا واي ولا ايه؟ اه تمام فهمت حضرتك دلوقتي. ماشي. ها في اسئله ثانيه؟ فهمنا يا شباب حته اجينست واتاتش ديت لانها مهمه جدا. طبعا نشكر زميلنا اللي ايه اللي نبهنا للقطه دي. قول قول. تمام معلش يا دكتور، ممكن بس السلايد اللي فيها الرسمه، السلايد اللي فيها الرسم ديت. اه هو احنا ليه حاسبين الفورس بتاعت السبرينج؟ مش المفروض ان السبرينج هيسيبه يطير في الهواء؟ ليه في الورك حاسبين مش حاسبين اهو؟ بص 7 من 10 وستة من عشر، يبقى احنا حاسبين لحد ما البلوك كان لامس السبرينج بس. صح. بص بنحسبها بايه؟ نحسبها ان في واحد اداني 5 جنيه ومشي وانا بعد كده كملت فلوس من حته تانية. ما هو الورك اند انرجي فعلا فلوس رايحه وجايه، فهو اداني 5 جنيه في الاول ومشي، انا خدت ال 5 جنيه بتاعته، يعني 7 من 10 سكوير ماينس 6 من 10 سكوير هي دي ال 5 جنيه اللي في الاول. تمام. الحل الاولاني هو اللي كان غلط، كنت واخده مكمل معايا. انا حاطط الاس 2 ايه برقم كده كنت حله ايه معايا، طبعا ده غلط. وصلت؟ تمام. شكرا. ماشي. العب. في اسئله تانية يا شباب؟ تعالوا نحل المساله دي. في المساله ديت بيقول لي 40 كيلو جرام بوي سلايدز داون ذا سموز ووتر سلايد. ده واضح ان هو بيتزحلق على زحليقه كده فيها ميه عشان نعتبره سموز وما بقاش فيه فريكشن. بيقول لي if he start from rest at A هات لي سرعته عند B. السرعه عند A كانت بزيرو، هات لي سرعته عند B وهات لي كمان النورمال رياكشن عند B. دي من المسائل المشهوره اللي بستخدم فيها الورك اند انرجي والفورس اكسلريشن في نفس الوقت. ازاي؟ قال لي هستخدم الورك اند انرجي
عشان اجيب الفلاستي عند بي، عشان اجيب الفلاستي عند ايه؟ عند بي. عشان اجيب الفلاستي عند بي قال لي اشتغل ورك اند انرجي. اشتغل يا سيدي ورك اند انرجي، ارسم فري بادي دياجرام، ارسم الطريق ادي نقطه ايه وادي نقطه بي، وارسم الفري بادي دياجرام ان بتوين. فورس اللي بتاثر هي الويت اللي هو 40 جي، والنورمال رياكشن بتاع السلايد. طبعا النورمال رياكشن ما بيعملش ورك، يبقى مين اللي بيعمل ورك؟ هو الويت بس. فاقول ان الورك بتاع الويت هو اللي تشينج في الكينيتيك انرجي تي فاينل ماينس تي انيشال. الورك بتاع الويت هو بلس اور ماينس ام جي دلتا واي، الكينيتيك هاف ام في بي سكوارد ماينس هاف ام في اي سكوارد. طبعا البادي ده نازل يبقى بلس، الماس ب 40، الجي ب 9.81، الدلتا واي اهي 7.85 ايكوال هاف الماس ب 40 في الفي بي سكوارد ماينس 0 لان الفي اي ب 0. 40 طبعا دي طارت مع ال 40 ديت، تطلع الفي بي بتساوي 2 في 9.81 في 7.5. كل ده تحت الايه؟ تحت روت اللي هيطلع هيبقى متر بثانيه. بصوا الورك اند انرجي حسب لي الفلاستي بسرعه جدا مفيهاش مشكله يعني. طب تعالوا نحسب النورمال رياكشن. قال لي الورك ما يعرفش يحسب نورمال رياكشن، فانا عشان اجيب النورمال رياكشن هحل فورس اكسلريشن تو جيت ايه بقى؟ تو جيت الان بي. فورس اكسلريشن بتقول لي ارسم الفري بادي دياجرام عند بي. لو جيت رسمت الفري بادي دياجرام عند بي، الفورس اللي بتاثر هي ويت اللي هو 40 جي، النورمال رياكشن عند بي هيبقى ان بي، بعد كده اختار كوردينتس. طبعا الكوردينتس هتبقى تي كاب وان كاب لانه كيرف اهو، ادي تي كاب وادي ان كاب، وهقول له السيجما فورس في اتجاه الان ايكوال الام في الاي ان بوزيتيف لفوق اهو. هيبقى في عندي ان بي، في عندي ماينس الويت ايكوال 40 في الفيلوستي عند بي سكوارد على الرو عند بي. طبعا الرو عند بي اقدر احسبها، رو عند بي هي 1 بلس واي داش سكوارد 3 على 2 على مودلس الواي دبل داش، وهو مديني اصلا الواي بايكويشن اقدر اجيب منها الواي داش، واقدر اجيب منها مين؟ الواي دبل داش. وطبعا اد بي هحط الاكس بكام؟ بزيرو. يبقى جبت الرو عند بي والفلاستي متجابه، الفلاستي اللي جبتها هنا هي اللي هجيبها هنا، يبقى واضح ان النون الوحيد هو مين؟ هو الان عند بي اقدر احسب. في سؤال في المساله ديت؟ دي اللي فاكرين كنت انا قلت لكم ان لو اتحلت ورك اند انرجي هتبقى اسهل بكتير من ان نحلها كلها على بعضها فورس اكسلريشن. طبعا لو فورس اكسلريشن كلها على بعضها اضطر ارسم في بارجرام الجنرال بوزيشن واشوف بقى الايكويشن واجيب الثيتا. فاكرين كل العك اللي احنا عكناه في المحاضرات بتاعه الفورس اكسلريشن في حل المساله دي؟ قلت انها صعبه وقلت ان الورك انرجي هيبقى ايه؟ هيبقى اسهل. يتفضل اخر حاجه عايز اقولها لكم من خلال المساله ديت هي الورك of tension in cord. الورك بتاع التنشن ان كورد ليه رول، هو ايه؟ هو بلس اور ماينس فاليو التنشن ديت مضروب في التشينج مودولس للتشينج بتاع لينس الايه؟ لينس الكورد. بس مش محتاج منكم اكتر من كده. طب الرول ده هنسخره ازاي او هنوظفه ازاي لحل المساله ديت؟ تعالوا نقرا سوا. بيقول 2 كيلو جرام كولر، يبقى انا عندي كولر الماس بتاعته 2 من 10 كيلو جرام، اولد باي كورد
that passes around the small peak at sea. في كده بكرة عند سي الحبل ايه لفف عليه. ادي الكولر اهو. If the cord is subjected to constant force قيمتها 10 نيوتن and the cooler is at rest when it's at A. يعني velocity عند A كانت بزير. Determine the velocity عند B. عايز يعرف ال velocity عند B بكام. خلي بالك ان المسافة من A و B كانت 4 متر. ماشي من A ل B 4 متر. ونجلكت الفريكشن. يبقى ال surface كان ايه؟ السيرفيس هنا كان سموز. طيب خطوات المعتاده بتاعتنا، واحد ارسم الطريق اهو، ادي الطريق اهو، حط عليه النقط البدايه والنهايه، ادي نقطه A ادي نقطه B، ارسم الفري بادي دايجرام ان بتوين. الفورس اللي بتاثر هي الويت، ادينا الماس 2 من 10 يبقى 2 من 10 جي. النورمال رياكشن، بعد كده في التنشن اللي في الكورد اللي هو 10 نيوتن بانجل ثيتا كل شويه عماله تتغير. طب مين اللي ما بيعملش ورك؟ الان وكمان الويت، لان البادي ده لا بيطلع ولا بينزل، يبقى الويت نورمال فورس هو كمان. يبقى واضح ان ما بيعملش ورك غير مين؟ غير التنشن. فهقول له بقى ان الورك بتاع التان ايكوال تشينج في الكينيتيك انرجي تي بي ماينس تي اي. ورك التنشن هو بلس اور ماينس قيمه التنشن الكونستانت مضروبه في مودولس الدلتا ال، هيساوي هاف ام في بي سكواد ماينس هاف ام في اي سكواد. تعالوا نسبستيتيوت، هو التنشن ده مع الموشن ولا عكسها؟ مع الموشن، يبقى بلس. الفاليو بتاع التنشن كام؟ قال لي 10. طب الدلتا ال دي عباره عن ايه؟ قال لي ال بي اللي فاينل ماينس ال انيشال. ال ال بي على الرسمه هي الطول ده اهو، ده كده ال ال بي، يعني لينس الكورد لما كان البوك عند بي، وده ال ال ايه؟ ال ال بي بكام؟ ب 3 يبقى 3، وال ال ايه بكام؟ 3 4 يبقى دي ب 5 فيبقى ماينس 5. طبعا احنا بناخد مودولس، يعني هتبقى 2 من ماينس مش ماينس 2، هيبقى هاف الماس 2 من 10 في الفي بي سكوارد ماينس ايه؟ ماينس 0. يبقى من هنا طلعنا الفي بي طبعا الاثنين ديت هتطير ديت، هيتفضل ايه؟ 10 على 2 من 10 تحت الايه؟ تحت الروت، واللي هيطلع هيبقى اليونت بتاعته متر بير سكند. بكده يبقى انا غطيت كل الافكار اللي محتاجكم تعرفوها في الورك اند انرجي. في المساله الاولانيه عرفنا نحسب الورك بتاعت الابلايد فورسز سواء كانت كونستنت فورس او سبرينج او ويت او نورمال رياكشن. المساله اللي بعدها عرفنا نتعامل مع الفريكشن، لو في فريكشن نعمل ايه؟ نحسب النورمال رياكشن، بعد كده ندخل الفريكشن في حسابات الورك اند انرجي. في المساله ديت اتعلمنا حاجه مهمه جدا، واكدنا على معلومه مهمه جدا من خلال تصحيح زميلنا، ان لو في سبرينج اتاتشد للبلوك نعمل ايه، ولو كان مسنود عليه نعمل ايه، وده بيبقى ليه علاقه بحساب الاس 2، لو كان اتاتشد ليها حسبه ولو كان بليزد اجينست ليها حسبه ايه، حسبه ثانيه. واخدنا كمان فكره ان انا اشتغل ورك اند انرجي وفورس اكسلريشن في نفس المساله، وده بيجي في حالة المسائل اللي بحتاج velocity بعد distance وبحتاج normal reaction عند new location. فبالحالة ديت بشتغل work and energy اجيب velocity، واشتغل force acceleration عشان اجيب normal reaction. واخر فكرة قلناها ومحتاجها منكم، لو كان في كورد اللينس بتاعه بيتغير خلال المسألة، يبقى الورك بتاع tension الكورد هيساوي plus or minus value tension مضروبة في the change of the lens. ده بشرط طبعا تكون ايه؟ تكون الفورس التنشن اللي في الكورد كونستانت، كونستانت تنشن. لكن لو فاريبل يبقى الكلام ده ايه؟ ليه طريقه ثانيه وليه حسبه ثانيه. ارجو ان انا اكون فدتكم ان شاء الله. احنا كده هيبقى فاضل لنا محاضره واحده بس هنشرح فيها الامبلس اند مومنت. طب معلش يا دكتور، بس هل في سؤال؟